الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي قال أن مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي تدار على أنها مياه بتترمي في بحر، وأشار خلال ندوة أقيمت بالمصر اليوم أنه كلما كان الخريج متميزا كلما كان المردود جيد. ولمزيد من التفاصيل نتابعها في التقرير التالي. احنا بالفعل بنفتقد الإدارة الاقتصادية، احنا بندير مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي على أن الفلوس تدخل من هنا وتروح، مية بتترمي في بحر. المردود بتاعنا في التعليم العالي هو الخريج، كل ما كان الخريج بتاعك متميز يبقى انت عندك مردود طيب، لكن المردود في البحث العلمي مش واضح للمجتمع. المجتمع مش معناه ما فيش بحث علمي، لكن مردوده مش واضح للمجتمع، ولذلك كنا على مدار سنوات طويلة كنا دائما بنتهم ان الابحاث بتاعتنا لا تقرا وانها محطوطه على الارفف وان التراب مش عارف ايه وان والله كتير من الكلام ده، مش كله بس كتير منه له منطق وله وجاهه، لان احنا دائما كنا بننظر للامور نظره غير سليمه. يعني هقول لحضرتك مثال، لما باجي النهارده اعمل بحث بقول انا رايح في اعمل بحث ماجستير، رايح اعمل بحث دكتوراه، أو بعمل بحث عشان أترقى إلى وظيفة أستاذ أو أستاذ مساعد، فأصبح الهدف من البحث هو الترقي أو الحصول على الدرجة. أما ما يتعلق بشأن المصروفات الدراسية، قال الوزير أن زيادة المصروفات بالنسبة لطلاب المصريين غير واردة وغير مطروحة، موضحا أن ما يثار بشأنها من شائعات تعتبر فتنة. ولمزيد من التفاصيل نتابع التقرير التالي. طلب الوافدين نكتشف ان مصروفاتهم لم تتغير من اكتر من 20 سنة. الطالب المصري بيدفع في الجامعة اكتر من الطالب الوافد، فلازم نراجع، لان ده احنا مش اكتر. لما تيجي تشوف الطلب الجامعات اللي حوالينا الاردن وتركيا والدول اللي بتنافسنا فيهم اضعافنا. صحيح. طيب احنا ليه مرخصين روحنا؟ احنا مستوانا العلمي افضل، خريجين على مستوى افضل، في اقبال على الجامعة، ومع هذا انا بقول ده وصل الامر لان الناس بيجولك، لانك انت لو رحت اتعلمت في بلده هيدفع اللي بيدفعه عندك 5 مرات 6 مرات، فاروح اتعلم في مصر اللي ما بدفعش حاجه. طب هذه الارقام كانت مقبوله زمان، زي ما كان قانون 49 سنه 72 لتنظيم الجامعات بيقول علاوه الاستاذ في السنه 6 جنيه وربع. 6 جنيه وربع سنه 72 كانت قيمه، النهارده 6 جنيه وربع ده سندوتش ما يجيبش والله، مش كده؟ يعني بقت في حاجات لازم تراجع مع الوقت. فلما نيجي نراجع مصروفات الطلاب الوافدين حتى نحقق عائد اكبر لمصر، وحتى نتيح تنافسية بين الجامعات، خلي بالك ده احنا بندي اعفاءات للسوري ولليبي ولليمني وللسوداني ولدول افريقيا وحوض النيل، يعني عايزين نعمل ايه اكتر من كده؟ ده الطالب السوري بيدخل ببلاش. طب اقول لحضرتك على حاجه، يعني لا زياده للمصريين مطلقا وغير وارده وغير مطروحه على كل المستوى. يبقى من فضلكم وضحوا، لأنها فتنة بيراد بها نهيج الدنيا. إذن سيادة العميد، كيف قرأت تصريحات دكتور أشرف؟ هو في جزء جيد لكن في جزء أنا أتحفظ عليه لسبب. أولا موضوع مية بتترمي ده كلام يعني مش دقيق، لسبب في عوائد بيسموها عوائد ملموسة، إن أنا بنيت كوبري، لكن التعليم أنا ببني إنسان، فالعائد بيحصل إن أنا يبقى عندي طفل او بيتعلم المدرسه لغايه ما اتخرج. موضوع ان انا بعلمه ببلاش او بفلوس، هناك تعليم مجاني وهناك تعليم مدفوع الاجر. اما ما يتعلق بالاجانب فتلك قوة ناعمه، انا اجيب دول حوض النيل واعلمه وادي له فلوس. لسبب تراجع مصر وقوة الناعمه لمصر نشا ان في ناس فكروا بهذه الطريقه، احنا ليه نبعت بعثات من الازهر، احنا ليه نعلم ناس في الازهر؟ فكانت النتيجه ان في ازمه في اثيوبيا، واللوبي المصري اللي كان بيحرك الامور اللي متخرج من الازهر ما بقاش موجود. انا كنت في اوروبا قابلت ضباط من دول روسيه ما عرفوش في مصر غير الازهر، لان هم قادتهم اتعلموا في الازهر. فالفكره ان انا مش عندي شركه للتعليم مكتوب عليها وزاره، انا عندي دوله بتنفذ استراتيجيه مش كلها بتحقق مكاسب ماديه، زي لما يبقى عندي اعلام مجاني
بدعم الدولة باخد العائد في ولاء وانتماء وتثقيف. فالفكرة دي لو احنا هنتكلم بنفس الطريقة ما بعد الجمهورية التانية يبقى احنا لن نتحرك، مع احترام الكامل لسيادة الوزير. نشرتنا مستمرة معكم ولكن بعد فاصل قصير، ابقوا معنا.